اللقطة الماضية اللي هو عبد العزيز. المرة الحكم يعمل مبدل الفرد وخطأ لمصلحة الشباب. ما احنا اجواء الجنوب صراحة واجواء الجنوب هالايام حلوة، كلها حلوة اجواء الجنوب، كرة ملعوبة. إلى مباراة فاز الفريقين على الإطلاق، لم تحضر هذه النتيجة إلى تمريرة حلوة إلى مكيجي خطرة من بعد. يسار طلال، طلال يلعب اليسار، محاولة جديدة لمصلحة الجنوب. إلى مكيجي إلى عثمان الجديد. تمريرة ولا عجبة للجوي، خطرة مرة لكنها راح تفصل السلامات على مرمى فريق النجوم في اللقطة الماضية. في الهجمات لكنها يعرف بأن النجوم يجيد التعامل حقيقة مع الكونترا تاب والمجرد. كورة من عمل مجرات خطرة باستلام للجوي، خلاها الجمعة حكايته من الكوكب من أبناء القرن. نجران والنجوم من يبدأ المشوار المتواجدة هنا في مملكتنا العزيزة، يعني من ضمن خمس الملاعب الجميلة حقيقة تأتي نجران من ضمن الأرضية اللي وصل إلى 90 في الشوط الثاني، وصل إلى 121 كرة ملعوبة خطأ لمصلحة أداء نجران في الدقيقة 32 على مرماك يا علي في حفير. سكراني وياك المدافع على طول أمنها تعود إلى الدفاعات من جديد، دفاعات نجران تلعب تمريرة، هذا خطير، يلعب الكرة إلى حلواني بالعرضية من حلواني لكن على أطرافه على طول إلى جلوي، جلوي تمريرة إلى بكيتي، بكيتي البرتغالي قتل الحارس اللي هو عالي حفيري. الكرة ملعوبة إلى اليسار على طول إلى جلوي، هذه خطرة لأبناء نجران لو تم التعامل معها تأتي بتسجيل نقاط كثيرة لأنها توقف عند النقطة السابعة ولعب ست محبين من كل مكان بعد ما ودعنا شوطه الأول بالتعادل السلبي وتألق حارس المرمى علي حفير في أجواء الشوط المباراة الأول. مكيتي يحصل عليها قبل ما تتسامح إلى عثمان بتمريرة إلى جلوي بالتفويته من الجمعة 51 من شوط المباراة الثاني 77 اللي هو السعيد الكرة ملعوبة استعد الدخول ملعوبة لأبناء نجران الآن تعدى الشوط لعب الكرة إلى جلوي بالعرضية إلى وين إلى خارج الملعب من مبارك الدوسري إلى رمي التمس اللاعب 77 كرة ملعوبة الكرة مرة في قدام المهاجم الأسمراني في اللقطة الماضية ومرة سلامات على مرمى نجران. الآن بصة والنظرة والتمريرة التمريرة مستيف التمريرة الجوي تمريرة إلى مسجد الخطير بكيت ياهو هناك الناحية دخلوا في شوط المباراة الثاني واللي غادر أرضية الملعب اللي هو شارك وسليم وجمال يظهر في هذه الأماكن. بكيتي بالتمريرة يا سلام 1-2 تلعب إلى بكيتي مرة ثانية البرتغال من طول الإقامة والتحكم الأحمر الكرة ملعوبة إلى الناحية اليمنى السلام تفويته مرة أخرى إلى عدن يا سلام على التمريرة اللعب